بقوة حسام غالي، تمريرة بينية في منطقة الخطورة، هذه عملنا طلعت وجول محمد طلعت وجول للنادي الأهلي، وقف جبلة دفاعية محمد طلعت يعلن عن نفسه بقوة في هذه اللحظات ويسجل هدف النادي الأهلي وسط ضغط أهلاوي ووسط جبلة دفاعية، وليس هناك أفق دفاعي في هذه اللقطة. نزول محمد ناجي جدو يفتح الأبواب المغلقة ويعطي النادي الأهلي تفوق مستحق في الشوط الثاني في الدقيقة 58 عن طريق محمد طلعت. يعني جربته بهذا المكان، شوف حضراتكم الكورة، شوف السرعة، شوف الكثافة الهجومية اللي ما كانتش موجودة، يهرب من الرقابة، يهرب أمامنا، لكن هي بدأت أمامنا من وائل جمعة يلعبها أمامنا. صراع كبير بين معتصم سالم الذي كان على أعتاب وأبواب النادي الأهلي، ولكن أمامنا الكرة تصل إلى لاعب يملك موهبة، هو اللاعب محمد طلعت في هذه اللقطة ليعلن عن تفوق الأهلي في الدقيقة 58 الدقيقة 13 من الشوط الثاني، هدف تفوق أهلاوي عن طريق محمد.